أقامت جمعية الكاريتاس في الأردن حفلاً ختامياً لمشروع الاستعداد للاستجابة لحالات الطوارئ، والذي قام مركز المتطوعين بتطبيقه بالشراكة مع هيئة الإغاثة الكاثوليكية على مدار 3 سنوات متتالية، بهدف رفع كفاءات وقدرات الفعاليات والمؤسسات العاملة والتطوعية المسيحية والإسلامية في الاستجابة لحالات الطوارئ. إلى المزيد. بهدف بناء قدرات المؤسسات والفعاليات الدينية في الأردن، جاء مشروع بيير الذي أقيم بالشراكة بين جمعية الكاريتاس وهيئة الإغاثة الكاثوليكية في لبنان، من أجل تأهيل فريق من الشباب الأردنيين ليكونوا قادرين على الاستجابة في كل وقت للحالات الطارئة في المملكة، حيث تم تقسيم المتطوعين لهذا المشروع إلى 11 مجموعة للأعمال المختلفة، تم تدريبهم على محاور مفيدة في الدورة. وابتدأ الحفل بقداس إلهي أقيم في كنيسة الراعي الصالح بمركز سيدة السلام، ترأسه الأب شوقي بطريان وشارك به عدد من الكهنة، حيث قدم الأب بطريان العظة التي أشار فيها أن لكل شخص فينا طريقته في الوصول إلى الله، مشيرا أن الاختلاف في هذا المشروع يدل على النجاح والتميز. وكل الفعاليات الموجودة في الكنيسة، كشاف، شبيبة، عندنا الكاريتاس، ما بدي أنسى، بس كل الموجودين هون، من خلال كل فعالية نحن نصل إلى الله، أو أقلها يجب أن نفكر بهذه الطريقة، إنه هذه الفعالية أنا بختارها لكي أصل إلى الله تعالى، زي ما الكاهن يصل إلى الله من خلال الكهنوت، والراهب من خلال الرهبنة، الأزواج من خلال سر الزواج، وهلم جرى كل طريق نحن نعيش فيه وكل فعالية نعيش بها هي طريق إلى الله تعالى، وهذا كثير مهم لأنه بخلينا نفكر بهذه الفعالية بطريقة أكثر جدية، مش بس اجتماع عادي، لا، هو تتميم لإرادة الله. وبعد ختام القداس التأم الجميع في قاعة المركز، حيث ألقى السيد عمر عبوي مدير البرامج في الجمعية كلمة رحب فيها بالحضور، مؤكداً أهمية مثل هذه البرامج التي تساهم في إعداد الشباب وتأهيلهم للاستجابة لحالات الطوارئ وكيفية التعامل معها. مشروع الاستجابة لحالات الطوارئ، وهون إحنا المشروع ما إجا من فراغ، المشروع إجا إذا بتتذكروا بعد 2014، بعد أزمة النزوح أو أزمة اللجوء الجديدة اللي مع إخواننا العراقيين. كما قدم السيد رمز الحاج مدير البرامج في الهيئة الكاثوليكية للإغاثة بلبنان كلمة شكر فيها كاريتاس الأردن على حسن الاستقبال والإعداد الجيد للبرنامج، والذي أفرز جيلاً من الشباب المؤهل والقادر على الاستجابة السريعة لحالات الطوارئ ومواجهتها بحرفية عالية. نحن هلأ عم نختم المشروع بالأردن مع 11 فعالية محلية يلي ساعدناها يصير عندها مؤسسة داخلية ويصير عندها أنظمة وسياسات وإجراءات بتخليها تشتغل بحالة الطوارئ بشكل بروفيشنال وبشكل جدي وبشكل تساعد الدولة وتساعد المملكة على الاستجابة لحيلا أمر طارئ ممكن يحصل. الفعاليات كانوا ممتازين، قدروا تواصلوا مع بعض، استفادوا كتير، ونحن استفدنا من المعرفة اللي هني كانوا عم يشاركونا إياهون. بتصور صار لنا 11 فعالية بالأردن قادرين يستجيبوا لحالات الطوارئ ويساعدوا البلد مثل ما لازم. I have the honor to welcome and thank you. وقدمت السيدة جوسلين تعريفاً بهيئة الإغاثة الكاثوليكية وأهدافها، مشيرة أن هذا المشروع سيتم تطبيقه في كل من الأردن ولبنان والهند وإندونيسيا. بالنتيجة اشتغلنا على يكون عندهم سياسات، دليل سياسات وإجراءات واضح حتى يستخدموا بفعاليتهم مع يعني بأي صعوبة بتواجههم أو أي شيء يعني بيعملوه أو بينظموه، حتى يكونوا متمكنين وقادرين بالحالات العادية وبحالات الطوارئ إنهم يكونوا متمكنين بإدارة المتطوعين وبالأمور المالية وبكمان أمور الحماية.
فهي هي فكرة المشروع أو الحفل اللي إحنا موجودين فيه اليوم، اللي هو اختتام لهالمشروع اللي كان مدته 3 سنوات. وعرض خلال الحفل فيلم قصير يحوي اللقاءات خلال فترة التدريب والتعريف بالمشروع وأبرز أهدافه وأهميته للمجتمع، واختتم الحفل بتوزيع الدروع التكريمية والشهادات التقديرية على المشاركين.